هذا النهائي راهو يمثل الجزائر، وحنا كصحفيين رانا يعني نبذلوا في مجهودنا من اجل انجاح هذا العرس الكروي. نتمنوا التوفيق للفريقين، واللي ربح هذا الكاس نروحوا نحتفلوا معه ونباركوا له. حنا كصحفيين الدور تاعنا هو انه نوعوا الجمهور الجزائري. حنا رانا كما نقولوا مؤثرين، ناثروا على الشعب وناثروا على انفسنا، ناثروا على الكبار على الصغار. الاكيد ما راحش تكون مشاحنات بين الفريقين. من هذا المنبر انا نوجه لهم نداء، انصار مولوديه الجزائر، انصار شباب الوزداد، نقول لهم لا للمشاحنات، لا للعنف، رانا خاوه خاوه. اللي ربح نباركوا له، واللي ما ربحش نقولوا له هارد لاك المره المقبله ان شاء الله. خبرتي مع الطبيعه تخليني ننصحكم، جربوا هيمو براو، مرهم طبيعي يقضي على البواسر. هيمو براو كاع نبراو. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.